مرحبا سيدي يوسف بن سليمان، مرحبا بموقع أشواقع، وفعلا أكيد غادي نناقشوا ما يقع وما وقع. تحياتي للشباب الطموح الإعلامي اللي إن شاء الله نتمنى لكم مسيرة موفقة انتما والموقع ديالكم الفاضل. أنا حسين قرمان، فاعل مدني وسياسي، خبير جمعوي، باحث في التراث الشعبي، فن الحكي والسرد، باحث في القانون المقارن والمساطير، رئيس المكتب الجهوي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية طنجة تطوان الحسيمة، الكاتب الجهوي للمنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي دائما بنفس الجهة. مرحبا. اليوم ان شاء الله نناقشوا موضوع ديال زياده الاسعار في المغرب، في نظرك شكون المسؤول على هذه الزياده؟ اعتقد هذا مدخل واحد النقاش كما متعارف عليه، نقاش ذو شجون، وواحد الموضوع اللي اثر واحد نقاش عمومي جميل جدا وغنى الساحه، سواء في الحركيه ديالو سواء في التفاعل ديال المواطنين والمواطنات مع هذا الامر. هذا اولا غلاء الاسعار، ربما نشوفوها من ثلاثه ديال الجوانب: الجانب الاول الموضوعي، والجانب الذاتي، ثم الجانب التاثيرات ديالو الاجتماعيه والاقتصاديه والوقع ديالو على المواطن وعلى القدره الشرائيه وعلى القفه ديال المواطن والمعيش اليوم. كما كيعرف الجميع ان اكيد تداعيات كورونا وما بعد او في اطار الخروج من كورونا خلات واحد الجرح عميق وخلات واحد الاثار كبير، سواء سيكولوجي بعدا وانعكس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ديال المواطن. ما فيش شفنا قطاعات يعني توقفات، الشباب يعني جالس من الخدمه، يعني واحد المجموعه ديال المعاناه حقيقيه. وبالتالي شخصيا باعتبارنا احنا جزء من الشعب كنقولوا شابو لهذا الشعب. هذا هو شعب بالمناسبه عاطي، الشعب صبور، الشعب يعني ممتاز، الشعب كيهدف لثلاثه الاشياء اساس: اولا البحث على الكرامه والعداله الاجتماعيه والامن والسكينه، وانه يحس بالقيمه ديالو كمواطن في الوطن ديالو. فأكيد يعني هاد الغلاء الأسعار كانت عنده تداعيات عبروا عليها لواحد الجزء وواحد الشريحة من الشعب بالخروج بالتعبير ديالو وفي السلمي في التعبير والاحتجاج ديالو على بعض القرارات الصادرة على الحكومة المملكة المغربية. ربما شخصيا اللي كنت كنشوف فيها ربما نوع من كاين هناك نوع من التسرع، نوع من عدم الحكمة. وغادي نجيو الجانب اللي مكره اخوك لا بطل، باعتبار ان العام تندر لا قدر الله موسم جاف، يعني الجفاف، ندره المياه، تداعيات كورونا. الان انتم العالم كينتظر ما سيقع في هذه الحرب اللي اندلعت ما بين اوكرانيا وروسيا والمنتظم الدولي. كاين ايضا ربما الشعب بغى يعطي رساله، خاصه السيد رئيس الحكومه، وبالمناسبه غادي ندير واحد انتقاد اللي هو عقلاني اللي هو بناء، وتم انطلاقا من الدستور ومن الثابت الرابع اللي هو الاختيار الديمقراطي، على اعتبار الاختيار الديمقراطي هو واحد التراكم اللي ساهمنا فيه كاملين الشعب، المؤسسات، مجتمع مدني، المؤسسه الملكيه، الحركه الوطنيه، باش وصلنا للمغرب الان. وفي هذا النقاش هذا الايجابي هو دائما لصالح الوطن ولصالح ان نمشيو بالوطن ديالنا بعيد. فالسيد رئيس الحكومه يعني ربما بعد القرارات والحكومه ايضا ربما كانت متسرعه نوعا ما، لان الى لاحظتوا كان واحد التراتبيه في الزياده في الاسعار، واحد الاسبوع كتزاد 3 دراهم 5، الاسبوع الاخر 3، وكانه نوع من إلا بغينا نقولوا تنويم مغناطيسي. ولكن الإشكال ماشي هنا، الإشكال هو أن الشعب
كيقول ان الحكومه مسؤوله اولا امام الشعب، امام الملك وامام البرلمان. كان على رئيس الحكومه او المكلف بالتواصل الناطق رسمي باسم الحكومه انه يخرج ويشرح للناس، او رئيس الحكومه في البرلمان يشرح التداعيات ديال هذه الزياده في الاسعار والغلاء. ثم ان الحكومه ملي كترفع من الاسعار، صحيح كاين يعني الغلاء في المواد الاوليه المستورده، في مصادر الطاقه يعني البترول، صحيح، ولكن كاين اشياء اخرى. كنعرفوا ان جلاله الملك من بعد يعني بدايه جائحه كورونا جسد هو المجسد الفعلي للدولة الاجتماعية، أن ملي كتكون واحد لا كريز في الدولة اجتماعية اقتصادية، فكتدخل الحكومة وكتوضع واحد البرامج اللي واضحة وكدير إجراءات اجتماعية مواكبة. مثلا غتزيدوا في الأسعار ما كاين مشكل، ولكن خصها تواكب بالزيادة في الأجور القطاع العام والخاص باش كتحافظ على السلم الاجتماعي. ثم المواكبه ديال السلد المواطن، وخاصه المواطن المقهور البسيط المهمش. دابا المواطن اللي كيدخل 50 درهم في النهار الى لقاها، اش غتجيب له؟ غيشريها يطرود الزيت، باش غيجيب السكر، باش غيجيب الخبز، باش غيجيب السميد، باش غيخلص الكرا للابناء ديالو. يعني مشاكل زعما عويصة فعلا. لهذا كان على الحكومة أنها تواكب هذا الشيء بواحد الحماية اجتماعية أكثر وبواحد البرامج. نعطي مثال، مثلا كان الحديث على السجل الاجتماعي، كان كيقولوا حتى 2024، لما لا الآن؟ وعندنا معطيات، الحكومة عندها معطيات دقيقة، خاصة في عهد كورونا وفي عهد داك التعويض اللي كان كيتعطى ولو بسيط لواحد 8 الملايين الأسر. يعني عندك واحد يعني بنية ديال المعطيات أنك تبني عليها مع المندوبية السامية للتخطيط، وأنك تخرج واحد سجل اجتماعي اللي يكون الدعم المباشر والاستهداف المباشر. رقم جوج، أن الحكومة هذه الفضيلة من بعد 8 سبتمبر فداك الجزء من الشعب، يعني هما خداو خاصة الحزب الفائز اللي ترأس الحكومة، أن خداو 2 ملايين تقريبا ديال الأصوات من أصل 8، من أصل 16 مليون اللي مسجلة، يعني عدد الأصوات المعبر عليها هي تقريبا 50%. فتعطى وعود، كان لابار طالع. مثلا ملي كتقول للناس في الحملات الانتخابية أنني غادي نزيد 2500 درهم تعليم، غادي نراجع للمفهوم ديال التعاقد في التعليم، غادي نعطي 300 درهم لكل طفل في الأسر في حدود 3 الأطفال، غادي نعطي 1000 درهم لكل واحد أو كل مواطن ومواطنة بلغوا أكثر من 65 سنة. طبيعة الحال هذا الشيء في 5 سنين، ولكن لحد الآن من بعد 6 شهور تقريبا مازال المواطن ما لمش علاش اصلا خرج هذاك الجزء وصوت على هذه الحكومه هذه ودار الثقه ديالو فيها باش تنسيه الازمات الماضيه. لان يعني بالامس القريب كل شيء تقريبا او شبه اجماع كيقول الحكومه السالفه على مدى 10 سنوات ما كان شي حاجه، ما كان والو تقريبا. اذن هادو جاوا وقدموا راسهم كبديل. والغريب في الامر سي يوسف، وان الحكومه وخاصه السيد رئيس الحكومه ولا السي وهبي ولا السي نزار بركه، من بين الاشياء اللي ركزوا عليها في الحملات الانتخابيه ديالهم هي 3 القطاعات اساسيه وحيويه غادي تعطاها الاولويه: الصحه، التعليم، والتشغيل. به مازال صحيح كاين مجهودات، ولكن الا لاحظتي دائما كنلقاو المجهودات او كتنصب وفق يعني إما تعليمات ملكية، إما توجيهات ملكية، إما برامج ملكية طموحة مهيكلة. نعطيك مثال، التغطية الصحية الشاملة، المشروع ديال الأمن المائي، الرؤية ديال 2030-2035، الأمن الغذائي، الجيل الأزرق، واحد المجموعة ديال البرامج اللي كتهم الدولة الاجتماعية وأن نحافظوا على السيادة ديالنا كتكون
برامج ملكيه. فبالتالي كحكومه مسؤوله ما يمكنش تخبع وراء البرامج الملكيه. فإذا كان دائما السيد رئيس الحكومه ملي كنحسبوا له وكيخرج على الفريق اللي معاه دائما ما كيقول تحت التوجيهات الملكيه البرامج الملكيه. والسؤال هنا اين هي برامجكم؟ الاحزاب خرجت وهودت وصوت عليها داك الشيء اللي صوت عليها باش تنفذ ما وعدت به. إذن هذا اشكال. اشكال اخر اعتقد جزيما انه ربما كان وقع واحد نقاش ايضا انه واش ربما كان اللي دعاياك المقاطعات بعض المواد لانها ارتفاع الاسعار. مو هذه كتبقى مواقف. نعم. انا غادي نمشي لك من جوج الاقسام. الحل الاول العملي ممكن يكون مثلا الشعارات اللي رفعها الشعب ودائما تحيه للشعب لان باعتباره هو يعني صاحب السياده انه هو من حقه. ولكن كحل يعني ربما يكون حل ظرفي ولكن كحل يعني هيكلي اعتقد الحل عند الحكومه. الحكومه خصها تستمع بامعان وبحكمه وبدقه للنبض ديال المواطنين والمواطنات وبانهم ما قادرينش يصبروا. يكفي تقريبا عامين ديال الحجر وديال القهره ديال الجائحه الله يبعدها على الجميع. تضربوا في جيوبهم القدره الشرائيه في الحضيض يعني حتى الطبقه الوسطى فما بقيناش كنعرفوا واش كاينه اصلا طبقه وسطى ولا ما كايناش. غياب الوسائط هذه نقطه مهمه. ملي كيغيبوا الوسائط اللي كتكون هي حائط الصد اللي كتوصل صوت المواطن للحكومه ولمن يهمهم الامر هي الاحزاب هي النقابات فتقريبا شي بغياب. الناس من بعد الانتخابات بقيناش انا شخصيا كنسمع الاحزاب كيديروا شي تواصل مع المواطنين كيخرجوا يشرحوا للناس في حين الماده 7 من الدستور تلزمهم الاحزاب موضوعه باش تاثر المواطنين باش تساهم في التنميه باش تساهم في يعني والوصول لتسيير الشأن العام سواء الوطني او المحلي عن طريق برامج واقعيه موضوعيه ومن اجل تمثيل المواطنين وايصال الصوت ديالهم. هذا هو الدور للاحزاب. ثم النقابات هي الوسيط ما بين المشغل وارباب العمل للصالح العام. النقطه الاخرى بالاجراءات اللي كان على الحكومه تفكر فيها انها كما قلنا تواكب الدعم دابا يعني مساله مليحه باش نحافظوا اولا شنو هي القيمه الكبيره الطيفيه ديالنا في المغرب الحمد لله. الاولى نصحوا واحد القوس ونسدوه هي المؤسسه الملكيه باعتبارها ضامن الاستقرار ديال البلاد ضامن دوام الدوله باعتباره الملك الصاهر على احترام الدستور والصيانه ديال الاختيار الديمقراطي وديال حقوق المواطنين والمواطنات في الوطن ديالهم. فبالتالي كيبان دائما ما كتكون التدخلات الملكيه يعني كنقولوا في الوقت الضايع. علاش؟ لان الحكومه كتحس بان هناك فشل هناك ربما تراجع هناك واحد ربما اللخبطه ربما الدوخان او التيهان اعتقد. فتكيدخل الملك ومؤخرا شفناها في المشكل دابا الجفاف ان يعني بامر ملكي ان استقبل رئيس الحكومه والوزير المسؤول على القطاع الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه واعلن على احداث صندوق يعني مواجهه اثار الجفاف والتخفيف على الفلاحين اللي القيمه ديالو 10 المليار ديال الدرهم. 3 من الصندوق الحسن الثاني للتنميه و7 من الميزانيه العامه. فاذا الا بقينا كنتسناو حتى يدخل الملك انا نطرحنا سؤال. الملك رئيس الدوله امير المؤمنين حكم بين المؤسسات عنده صلاحياته وعنده اختصاصاته وعنده ما يدار. فالحكومه كاينه باش هي اللي كتمثل المواطنين وكتسهر على حل المشاكل ديالهم. هنا نرجع واحد شويه للوراء. للاسف بعض المرات كنا كنتفاجئوا ببعض القرارات او البلاغات اللي نوعا ما متسرعه. مثلا في جواز التلقيح والفرض ديالو راك شتي كيفاش يرجع بشكل عكسي. مؤخرا كان كيهضر السيد رئيس الحكومه على هو بين عينيه الجرعه الثالثه. صحيح راه حتى واحد ما كاين فيه من المغاربه والمغربيات
ان الشيء اللي ندار وخاصه السلطات العموميه والصحيه في واجهه كورونا والمجتمع المدني والانضباط المواطنين والمواطنات، ولكن ما يكونش هذاك هو الهدف، هذاك وسيله في نفس الوقت انك شنو قادر توفر ذاك المواطن، خاصه من عاوتاني بدينا كنسمعوا بعض الاثار الجانبيه ديال هذه الجرعه هذه، يعني الناس كتقول غير خاصها توضح وتجي من بعد وتضرب لهم القدره الشرائيه، خرجوا ووضحوا للناس. تفضل سي. واخا انت واش مع الشعب اللي كيقول الرئيس الحكومه غير حل وخرج من السياسه بشكل كلي؟ نعم، اولا سي يوسف باعتباري قانوني ويعني باش يكون مسؤول صحيح، انا واحد من الشعب صحيح، اكيد كنحسوا بالنبض الشعب، ولكن على المستوى العملي هو صعب، وصعب كنتفهموا الشعب وله كامل الحق الدستوري والطبيعي انه يعبر ويقول لرئيس الحكومه ارحل واي مسؤول ما قامش بالمهمه ديالو، ولكن على المستوى القانوني او الدستوري اولا صعبه. نسوق لك مثال الماده والفصل 47 اللي كيعطي لجلاله الملك حق تعيين رئيس الحكومه من الحزب الفائز في اخر انتخابات وبناء على نتائجها، وان الملك يعين باقي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومه، ثم ان للملك اعفاء وزير او اكثر باقتراح من رئيس الحكومه او بمبادره منه، ولرئيس الحكومه اعفاء طلب اعفاء وزير او اكثر من الملك. ولكن كيجي الماده البند الرابع في هذا الفصل هذا اش كيقول؟ كيقول لك إذا استقال رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقلة وتعمل على تصريف الأعمال، يعني ذاك الحكومة كتبقى كتصرف الأعمال إلى حين تعيين حكومة جديدة. أش غنفهمو؟ أن ما كاينش هنايا ما يفيد الإقالة رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك. علاش؟ هنا حتى المشرع الدستوري كان ذكي، هنا احترام الاختصاصات وأن إشارة أن هذاك رئيس الحكومة جاب واحد الشعب أو جابته انتخابات عن طريق صناديق الاقتراع، ما يمكنش شي شهرين ثلاث شهور يتزول بسهولة. علاش؟ ثانيا أن واش الظرفية تسمح؟ أنا هنا بالمناسبة أحلل يعني بواحد النوع من العقلانية والمعقول، ودائما مع الشعب وفي نهاية المطاف اللي قررها الشعب ولا الدستور واضح، ولكن كنقولوا ان واش الظرفيه السياسيه والاقتصاديه والدوليه تسمح خارجين من انتخابات خمس شهور ونعاودوا ربما نمشيو انتخابات؟ اكيد ممكن لا قدر الله مثلا وصلت الامور لواحد الاحتقان اجتماعي واحد الياس عارم، وان كان كاينه البوادر ديالو، ومع ذلك مازال الوقت، انا كنقولها بمسؤوليه، مازال الوقت عند الحكومه انها تدارك هذه المواقف وتسرع الوتيره ديال الاشغال وتسمع النبض الشارع والنبض ديال المواطنين والمواطنات، لان المواطنين والمواطنات راهو ما اللي جابوا هذيك الحكومه باش تسهر على الخدمه ديالهم. كيبقى كما قلنا في اطار الاختيار الديمقراطي وحريه التعبير، المحق المواطن والمواطنه يعبر بجميع الاشكال اللي كتنص عليها الماده 25 حريه التعبير والفكر المضمونه بجميع الاشكال ديالها بشكل مسؤول. تبارك الله عليك سيدي حسين، شكرا جزيلا. العفو. الحديث معك قانوني 100% ومشوق جدا، ولكن باش ما نطولوش على المشاهدين، شنو هي اخر رساله تقدر تقولها للمواطنين في موضوع زياده الاسعار؟ نعم، اولا انا كنقول الله يحسن عوالنا كاملين المواطنين، وحيت حنا جزء من المواطنين، كنقول المواطنين والمواطنات ثم الشعب عظيم، الشعب حليم، الشعب صبور، الشعب الليبيين في واحد المجموعه المحطات في تاريخ المملكه المغربيه انه كيوقف، وخاصه كنسمعوا ان دائما لاحظ معي واحد المفارقه ملي كتوقع شي ازمه من الازمات الاغلبيه الساحقه الشعب كيبقاو يتوجهوا لجلالة الملك من بعد الله سبحانه وتعالى باعتباره رئيس الدولة. كنقول لهم يعني الله يحسن العوان ديالكم وديالنا كاملين، ومن خلالهم رسالة للحكومة المحترمة
عجلوا بالشيء اللي وعدتوا به المواطنين والمواطنات، لأنكم غتحاسبوا سواء دستوريا سواء أمام الشعب سواء أمام الله، وهذه مسؤولية تكليف وليس تشريف. اللي خرج على الإرادة الشعب المغربي له من الوعي ومن الذكاء ما يلتقط الإشارة، وكان حي الشعب المغربي اللي كيسهر دائما وكيصبر من أجل واحد الهدف أسمى، تصور كيصبر في الجوع وفي الحرمان من أجل الاستقرار ديال هذا البلد السعيد والأمن والأمان دياله في إطار استكمال بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.